أعزائي في الحقيقة أني أحتاج إلى أداة لحام، كاوية لحام أو قلم لحام، وهي تستخدم في لحام الأجزاء الإلكترونية، والكاوية التي أحتاج إليها لم أجد مواصفاتها في الأسواق، حيث أني أحتاج إلى كاوية لحام تولد حرارة عالية جدا، لذلك أعزائي سوف أقوم بتصنيع كاوية لحام بنفسي، والذي تشاهدوه الآن يسمى شمعة التوهج. تثبت في محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل على الديزل، واجبها هو تسخين غرفة الاحتراق من أجل المساعدة في عملية بدء التشغيل. والآن أعزائي نعود إلى موضوعنا، وهو كيف نحول شمعة التوهج إلى كاوية. وشمعة التوهج هذه تحتاج إلى 12 فولت دي سي، هذا هو القطب الموجب وهذا هو القطب السالب. أستخرج سلكان من الموجب ومن السالب، وأستغل وجود المسننات لتثبيت الأسلاك، وبعد أن نثبت الأسلاك أنبوب بلاستيك مناسب أعمل به مكان لخروج أحد الأسلاك لكي نثبت المفتاح ويثبت هكذا. أقوم بخلط هذه العصارتين من مادة اللحام وتفريغها هنا من أجل التثبيت وعدم الحركة، وأقوم بتثبيت مفتاح هنا لأفتح وأغلق الدائرة الكهربائية عند الحاجة وينتهي عملي. انظروا إلى هذا التوهج وإلى الحرارة العالية. هذه القطارة تحتوي على محلول حامضي يستعمل في بطاريات السيارات. أضع القليل هنا، أستعمله كمساعد لحام. والآن تم لحام هذا القطب وبقي القطب الآخر. اللحام سهل جدا أعزائي، والآن أعزائي يمكننا أن نطوي السلك من هنا ونلحم هذا القطب هنا أيضا، وتكون لدينا بطارية 12 فولت. سوف نأتي إلى دراسة هكذا بطاريات الأمبيرية وعدد ساعات التشغيل إذا أردنا أن نضيء بها مصباح مثلا. أعزائي ابقوا معي في بطاريات الليثيوم، سوف نتعلم كل شيء كل شيء. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.